السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة شيماء بيوتي. كنتمنى انكم تكونوا بألف خير وبصحة مزيانة يا ربي، وكنبغي نرحب بالناس اللي يلا التحقوا بالقناة. مرحبا بكم وألف مرحبا، وما ننساش الناس اللي كانوا معايا تاهما مرحبا بهم. اليوم ان شاء الله اول فلوق على القناة، وكنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تشجعوني بلي لايك ولي كومونتير هكا باش نقدر نبقى نعطي ندير دي فلوق ودي فيديو اللي يكونوا في يعني يكونوا في المستوى، ويكون المحتوى ديالهم زوين. اليوم كيف ما كتشوفوا انا شاده طريق غدا العروبيه اللي هي الباديه. كما كتعرفوا دابا في شهر 3 كيكون الجو زوين في العروبيه، وخا كان داك النهار عندنا فيه شويه الشتا البرد، ولكن كان الجو غزال وحنا غاديين شادين طريق. وما بقاو معايا حتى لخط الفيديو. كيف ما كتشوفوا احنا مازالين شادين الطريق، وغادين على واحد المنظر اللي هو غزال ما شاء الله، يعني واحد الخضوريه، يعني عينك تشوف كل شيء خضار وداكشي غزال ما شاء الله. احنا مازالين في الطريق غادين، وخا كان شويه الريح وكيف ما قلت سبق وكان شويه الشتاء، ولكن ما كتعنيش كو الجو ماشي زوين، الجو غزال وانتم معايا. انا غاده وانا كنشوف هذا النوع من انواع الطيور، انا نقول علاش لا ما نجبدش ونصور. كيف ما كتشوفوا انا غاده وكنصور وكنتامل في الناس كيفاش عايشين عيشه بسيطه وناس بسطاء وعايشين في واحد الراحه اللي هي ما كتصورش وما كتخايلش، يعني ما عندهمش ديك كثره المصانع والمعامل، ما عندهمش دوك كثره لي مويان دو ترونسبور اللي كتنتج عليهم واحد الريحه اللي هي ماشي ديال اللي عايشين عيشه اللي كي مرتاحين كيف ما قلت، وواحد الريحه اللي كيمستيو عليها وكيصبحوا على ريحه التراب وريحه الربيع، ريحه نقيه وهنا. ويتبان ليا واحد البنوتات كيسرحوا الخرفان مساكن خرجوا من الدراسه ديالهم باش يعاونوا والديهم، الله يكون في عوان. ما قدرتش يعني نصور لهم وجوههم، حاولت نصور غير النصف ديالهم وغير الخرفان هكا كنشوفه وكنتامل وكنقول الله يكون في العوان اي واحد. كيف ما قلت لكم خرجوا على قبل والديهم الله يكون في العوان، رغم الهواء نقي رغم يعني عيشه مرتاحين، ولكن محرومين من الدراسه اللي هي اهم حاجه في الحياه دي. كما كتشوفوا انا غاده وكنتمتع بهذا الجو اللي هو غزال ما شاء الله، يعني وكنشوف الناس كيفاش عايشين. كيف ما كتشوفوا انا نزلت باش نتمتع ونشوف يعني الخضروات اللي مزروعه في الارض. هذه هي المناسبه يعني اللي يقدروا الوليدات مع هذه العطله ديال فصل الربيع انهم يجيو يتمتعوا يلعبوا بالجو النقي، و كل شي الدنيا خضراء، يعني يلقاو مزيان فين يلعبوا فين يبدلوا الجو ديال لاغوتين ديال المدرسه وديال الطرقان ولي ترونسبور وداكشي، يعني جو غزال. هنايا حاولت باش نمشي، جيت الفول باش نقطع الفول ولكن لقيتو مازال صغيور، بقيت كنقلب على زعما شي فوله تكون كبيره باش نصورها، ولكن للاسف لقيتو مازال صغيور. البصله ما لقيتش كيفاش نقطعها، كيف ما كتشوفوا يعني كي الورد كاين بزاف الدنيا كلها خضراء كلها خضراء. انا حاولت جيت هنا باش نقطع شي فوله ولكن لقيتو مازال صغيور، كيف ما كتشوفوا لقيتو مازال صغيور. بقيت كنقلب على شي فوله كبيره باش نصورها ونوريها لكم. وهنا ويتبان ليا واحد الفوله بانت لي كبيره، وانا نقول علاش لا ما نمشيش لعندها ونقطعها، ولكن جيت نقطعها وانا نتفكر كل الكاميرا واقيلا ما كتسجلش ليا، وبقيت حتى شد الكاميرا ورجعت قطعتها. كيف ما كتشوفوا
رجعت وقطعتها وكانت أكبر فولة اللي لقيت داك النهار. وهنا كما كتشوفوا البصلة مزروعة، ولكن ما قدرتش نقطعها لحقاش مازال صغيرة. يعني الجو رائع. كيف كتشوفوا هنا انا غاده ويتر انتباه ديالي البنيه، راه هي ما قدرتش يعني نصورها، يعني كثرت الانتباه ديالي ان البنيه كتقرا السيمانه كامله الاسبوع كامل، وكتجي غير السبت وحد باش ترتاح وتبدل الروتين ديال القرايه ويعني تكون حدا والديها. ولكن للاسف ان الماء ما متوفرش عندهم في الدور ديالهم، ولا بغاو الماء خصهم يضربوا عليه تماره وخصو يديروا بزاف لي زيفور عا باش كيجبدوه. يعني خصها هي تبقى غاده بالحبل واحد المسافه طويله باش يقدر الاب ديالها يطلع الماء من البير. كيف ما كتشوفوا ما قدرتش نصور يعني عن قرب، راه الحبل كما كتشوفوا يعني كتبقى غاده بيه لواحد المسافه اللي هي بعيده باش يقدروا يجبدوا الماء. ورغم ان الماء هو اساس الحياه، يعني بلا ماء ما نقدروش نعيشوا حنايا، وعندهم داكشي صعيب صعيب. رغم ان الطبيعة زوينة الجو مزيان، ولكن ما متوفرش عندهم الماء والدراسة اللي هما اساس الحياة. كما كتشوفوا ان وصلنا للبير ما قدرش نصور كما كيبان لكم الحبل، والاب ديال البنت واقف على البير كما كتشوفوا، يعني واقف وقفة اللي هي خطر عليه، ولكن الله يكون في العوان وربي معاهم. كما كتشوفوا هنايا انا غاديين باش ندخلوا للدار. كما كتشوفوا هذا هو الباب ديال الدار. غندير لكم جولة خفيفة في المطبخ ديالهم، هانتوما معايا كما كتشوفوا ناس بسطاء. وهنا غدا بكم باش نشوف. كيف ما كتشوفوا دخلنا من باب ديال الصالون، وكنحاول انني نصوره لكم باش تكون عندكم افكار على يعني كيف داير الصالون وكيف داير الفراش ديالو، يعني عندهم داكشي غزال ما عندي ما نقول فيه، تبارك الله عليهم. كيف ما كتشوفوا كنحاول نصور لكم ادق التفاصيل. وهنا عجبني القبس اللي دايرين في السقف، داكشي غزال تبارك الله ما شاء الله عليهم، الله يكمل عليهم. وهنا كيف ما كتشوفوا رحبوا بنا واستقبلونا بواحد البرادة تاعي من داك الشيء، يعني الشاي المغربي لا يعلى عليه، متوفر ومتواجد في كل منزل في المغرب. كتشوفوا وصلت وقت الغداء وحطوا لنا رفيسة بالحرشة، قليل اللي غيعرفها. كتجي الجيدة وكتجي من ميد دمشق بحال ديال بسمن. من بعد ما كلينا الحمد لله بدينا كنشطحوا ونضحكوا، يعني اجواء غزال. انا خرجت كنتمشى، يعني شرقات واحد السميته وقلت علاش لا ما نتمتعش بها ونخرج نتمشى. وهنا كيف ما كتشوفوا راجعين، وخا ما سخيتش بهذا الجو اللي هو رائع، غدا وكنصور وكنشوف الطبيعه.
وهنا كيف ما كتشوفوا وصلنا لنهاية الفلوغ. كنتمنى ان اول فلوغ على القناة يكون ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تخليوا لي لايك وكومونتير، لي كومونتير زوينين هما اللي كيشجعوني وكيحفزوني انني ندير فيديوهات اخرين يكونوا في المستوى ويكونوا عندهم محتوى اللي هو زوين وكيعجبكم. وما تنساوش تبارطاجيو لي فيديو ديولي باش هكا يوصلوا لكاع الناس، واللي ما مشتركش يشترك بالقناة. كنبغيكم وإلى فيديو قادم إن شاء الله.